السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وعودا حميدا إلى لقائنا مع سورة البقرة. نفعنا الله وإياكم بما فيها من الآيات والأحكام، وجزاكم الله خيرا على حضوركم وعلى تواصلكم. نسأل الله تعالى أن يبلغنا شهر رمضان، أن يبارك لنا فيه ويجعلنا من أهل الصيام والقيام. إن شاء الله نحن على أبواب شهر القرآن، وندعو الجميع إن شاء الله أن يجعل لنفسه ورد يومي جزء كامل حتى نختم القرآن الكريم في شهر رمضان بإذن الله. ربنا يسر لنا ولكم الأمور، وأن يبلغنا رمضان ويجعلنا من أهل الصيام والقيام يا رب. طيب، خلينا نبدأ تلاوة الصفحة رقم 29. نبدأ تلاوة الصفحة رقم 29. أي والله يجزاكم خير، حطينا الصفحة على الوايت بورد. اللهم انصر المسلمين في كل بقاع الأرض. طيب المهندس أحمد نصر، يا ريت نديك المايك وتبدأ تقرأ لنا في صفحة رقم 29. أهلا بالزملاء الجدد معنا، شايف الأستاذ علاء دياب، الأستاذة مروة كامل في جيست. أهلا بكم جميعا. طيب في حد مش سامع الصوت يا جماعة؟ في حد الصوت مش واضح عنده؟ أهلا وسهلا بيك. طيب المهندس أحمد نصر، ممكن تبدأ القراءة؟ أديك المايك وتقرأ إن شاء الله. طيب اتفضل، المايك معك. السلام عليكم. صوت واضح كده؟ وعليكم السلام. واضح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا
إن الله لا يحب المعتدين. الله عليك، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. طيب يا جماعة، حد يشارك معنا إن شاء الله؟ عايزين نسمع القراءة، عايزين نسمع القراءة منكم، نعلق على قراءتكم إن شاء الله، ونشوف الملاحظات اللي في القراءة. يعني الغرض من الحلقة إن احنا نتعلم ونشوف الأخطاء بتاعتنا نصلحها. مين عنده استعداد يقرأ؟ أستاذ محمد مجدي؟ طيب ماشي، أستاذ محمد مجدي تفضل معي. أستاذ محمد مجدي تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. تقبل هذا المايك، مش عايز يوصل. أيوة يا أستاذ محمد، المايك معك أستاذ محمد، تفضل. أقرأ؟ سامعينك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة، إن هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. جزاك الله خيرا يا أستاذ محمد، تقبل الله. طيب مين يا جماعة عنده استعداد يقرأ؟ بسم الله ما شاء الله، يعني الزملاء الموجودين قراءتهم طيبة، ويعني إن شاء الله تكون من قبل الحلقة بتاعتنا قراءتهم طيبة، والحلقة ربما تضيف شيء إن شاء الله. لكن احنا عايزين اللي هو يعني اللي ما قرأوش خالص يشاركوا معنا القراءة، يعني حتى لو أول مرة تحضر افتح المصحف معنا. أستاذ علاء دياب، لو جست من الشباب، في جست من غير أرقام. أستاذ محمد السكندري موجود، فاللي عنده استعداد يقرأ يا جماعة يكتب واحد. عايزين نتعلم الابتلاء، عايزين نوصل للمستويات بتاعة الأستاذ محمد مجدي والمهندس أحمد نصر. المحاضرة بدأت، هي عبارة عن مفيش صوت، حضرتك اعملي ريفريش وإن شاء الله الصوت يجي.
اعمل لي ريفريش والصوت يجي ان شاء الله. اللي عنده استعداد يقرا الى مايك واحد، استاذ علاء دياب او جست او كده، استاذ محمد السكندري. طيب تقرا يا استاذ محمد؟ استاذ محمد السكندري تقرا مستعد لديك المايك؟ ماشي اتفضل. استاذ محمد السكندري بعت لك المايك، اقبل المايك لو سمحت. كده المايك معاك اتفضل. اول ايه احل لكم، صفحه 29، احل لكم ليله الصيام، صفحه 29. نعم. احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن، علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. لو في حد في أثناء ما بنتكلم بنشرح الأحكام عنده استعداد يقرأ وحل يعني. طيب وحل ما فيش قلقلة فيها، طيب خلينا نتكلم على كم نقطة في الايه في الاحكام. قرأها بالتشديد، ما هي احل لكم، يا احل لكم، والاستاذ محمد قرأها كده اعتقد يعني، ربنا يتقبل يا استاذ محمد. لا ده حاجة عظيمة جدا والله، ربنا يثبتنا واياك ان شاء الله. طيب خلينا نقول اول ملحوظه او اول حكم من احكام التجويد، احنا نقول احل لكم. طبعا احنا قلنا الحرفين المتمثلين في بين كلمتين زي احل لكم، اللام واللام ومتحركين، قلنا نسميه يا جماعه مثلين ايه زينا ايه كبير بالضبط كده. نعم. يعني ايه مثلين؟ يعني حرفين زي بعض تماما مجاورين لبعض في نهاية الكلمة وبداية الكلمة التي تليها، وكبير يعني الاثنين متحركين، فنسميه دول مثلين كبير، نسميه مثلين ايه كبير. طيب بالنسبة للوقف، لما احنا قلنا انواع الوقوف المرة اللي فاتت وقلنا ان في وقف بالسكون وده الأصل في الوقف، والنوع الثاني وقف بالرو، والنوع الثالث من الوقوف وقف بالإشمال، الصوت والله الصوت، شوف من عندك انت ريفريش بقى، لأن الصوت واضح عند الزملاء يقولوا إن الصوت واضح، لو في حد تاني ما الصوت مش واضح عنده اكتب اتنين يا جماعة.
يبقى جست معلش اعمل ريفريش وان شاء الله الصوت يجي. ساعات النت يعني بيقطع ويفصل ويضعف ويقوم. نعم. فقلنا الانواع الوقوف الوقف بالسكون والوقف بالروم والوقف بالاشمام. في حد مش عارف المصطلحات دي الروم والاشمام؟ جديد عليه الكلمتين دول الروم والاشمام. طيب قلنا الروم الاتيان ببعض الحركه. الروم الاتمام الاتيان ان شاء الله تبقى بدايه طيبه باذن الله. استمري معنا باذن الله وهتستفيد ان شاء الله. الروم الاتيان ببعض الحركه او بجزء من الحركه. والاشمام وانت جزاك الله خيرا ان شاء الله تبقى بدايه طيبه يا استاذ علاء. ربنا يتقبل منكم جميعا. الاستاذ محمد السكندري بيطلب من الدعم ينزل الرابط عشان الزملاء الجدد يرتبطوا معنا بالجروب. لا نعم نعم جزاك الله خير. فالروم الاتيان ببعض الحركه يقال بثلث الحركه بجزء من الايه من الحركه يقدر بالثلث وياتي في المرفوع والمجرور. والاشمام الاشاره بالضم الاشاره بالشفاه الشفتين يعني عند النطق بالحرف او بعيد النطق بالحرف اشاره الى الضم وياتي في المرفوع فقط. يبقى كلاهما ياتي في المرفوع والروم ياتي في المجرور وكلاهما لا ياتيان في الايه في المفتوح او المنصوب. زي ايه يا جماعه دلوقتي؟ خلينا نقول الاستاذ محمد لما قرا قال من الفجر من الفجر. طبعا كلمة الفجر الراء هنا ساكنة للوقف ساكنة للوقف. طيب وقلنا الراء عشان ساكنة للوقف عشان نشوفها مرققة ولا مفخمة نبص للي قبليها. طيب قبليها ساكن طيب نبص للي قبل اللي قبليها قبليها مفتوح يبقى تفخم. فلذلك نقرأ نقول الفجر الفجر ماشي. هي فخمت عندما وقفت بالايه؟ بالسكون. طيب النوع الثاني من الوقف نقف بالروم. الروم يعني اجيب جزء من الكسره دي، حته صغيره من الكسره دي. طيب لما اجيب الجزء الكسره يبقى ارقق ولا افخم؟ لما اجيب جزء الكسره ارقق الراء ولا افخمها؟ الروم زي الوقف بالروم زي حكم الوصل بالظبط. الوقف بالروم زي حكم الوصل، أنا لو وصلتها أرقق بالظبط كده. يعني لو وصلتها أرقق أقول من الفجر ثم من الفجر ثم أيوه. يبقى أنا زي ما بوصل بالإيه؟ بالترقيق عندما أقف بالروم أقف بالإيه؟ بالترقيق. أقول إيه؟ من الفجر من الفجر. سمعتوني؟ من الفجر. جزء صغير من ما بقولش من الفجر لا، بقول من الفجر. من الفجر يعني يسمعه القريب دون البعيد. طبعا عشان دي مش مرفوعه يبقى ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش اشمام. يبقى ياتي فيها السكون والروم فقط. ماشي كده؟ طيب. النقطة الثالثة لما بقف على مواقيت مواقيت للناس والحج. والحج لما اقف على الحج هي مشدده اقف عليها بالسكون فبعمل لها حاجه وبديها صفه اسمها ايه؟ اسمها قلقله. والقلقله دي تختص بايه؟ بخمسه حروف بنسميها حروف القلقله اللي هي الصفه اللي هي بتبقى ملازمه للحروف دي عند سكونها وهي حروف قطب جد. ريفريش اللي هو السهم الدوار اللي فوق دوت جست ريفريش يعني يعني ايه؟ تحديث للصفحه او تنشط الصفحه من جديد. جست عند في البار اللي فيه العنوان فيه سهم معقوف كده سهم دائري اضغط على السهم تيجي الريفريش معاك او الايه؟ او التحديث للصفحه يعني كانك بتفتح الصفحه من جديد يعني. ده عشان الصوت عشان اي حاجه مش شغاله في الصفحه. قطب جد هي حروف القلقلة والجيم منها ايه؟ فإذا وقفت على الحج والأستاذ محمد السكندري يقول لك اف خمسة هو الريفريش، يعمل لك ريفريش على طول. طيب ماشي.
والحج. فالوقوف على الحج سكنت الجيم لأن وقفت عليها فإيه؟ فيبقى قلقلة. والقلقلة القلقلة هنا تبقى من أي المراتب؟ القلقلة هنا من مرتبة إيه؟ المرتبة إيه؟ قلقلة ثلاث مراتب، كبرى ووسطى وصغرى. فالقلقلة لما أفعل كلمة الحج أعلى قلقلة هي القلقلة إيه؟ الكبرى أو المرتبة إيه؟ الكبرى اللي هي المرتبة الكبرى. طيب عايزين نرجع تاني بقى لأول الصفحة. أحل لكم ليلة، لكم ليلة ميم ساكنة أتى بعدها اللام يبقى الحكم إيه؟ إظهار إيه؟ إظهار بالضبط كده، إظهار شفوي. شفوي لأن خاص بالميم والميم تخرج من الشفتين، فكل الأحكام الخاصة بالميم هنقول عليها شفوية. ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، نسائكم أي نوع من أنواع المد دواء؟ هذا النوع من أنواع المد يقول إيه؟ واجب متصل. نعم، هن لباس لكم، لباس لكم تنوين أتى بعده اللام يبقى إدغام إيه؟ إدغام كامل أو إدغام إيه؟ بغير ضمة بالضبط كده. لكم وأنتم لباس لهم، الميم والميم لكم وأنتم، وأنتم لباس الميم والميم هنا على سكونة إيه؟ هنقول برضو نفس الحكم بتاع لكم ليلة، هنقول إظهار إيه؟ إظهار شفوي. طيب وأنتم، وأنتم النون الساكنة، النون الساكنة ماشي مفيش مشكلة، يبقى إخفاء أتى بعدها التاء يبقى إخفاء إيه؟ إخفاء حقيقي، إخفاء حقيقي. لباس لهن نفس حكم إيه؟ لباس لكم، لباس لهن إدغام كامل أو إدغام بغير منه. علم الله أنكم، أنكم النون المشددة دي يا جماعة والميم المشددة بنديها صفة اسمها الإيه؟ اسمها الغنة، بنسمي حرف النون والميم المشددتين حرف أغن أو حرف غنة مشدد. كنتم نفس القصة، كنتم نون ساكنة أتى بعدها التاء يبقى إخفاء حقيقي. تختانون، الخاء دي قلنا من حروف سبع حروف اسمهم حروف الاستعلاء، ودولت سبع حروف خص مجموعين في كلمتين في ثلاث كلمات خص ضغط قر بالضبط كده. يبقى الخاء منها ايه؟ تختانون، تخ وبفخمها يعني بملى الفم بيها، بقول تخ تختانون، والتاء بعدها رقيقه. انفسكم، انفسكم نون ساكنة أتى بعدها الإيه؟ الفاء، يبقى الحكم إيه؟ إخفاء عفيف بالضبط. فتاب عليكم وعفى عنكم، برضه نفس الحكاية، أنفسكم عنكم نون ساكنة أتى بعدها الكاف، يبقى الحكم إيه؟ إخفاء حقيقي برضه. نعم. فالآن، فالآن في نوع من أنواع المد هنا. الآن باشروهن، فالآن باشروهن، أيوة مد ليم، فالآن مد، مد ليم. وإذا هذا وقفت على الكلمة دي أصبح عندي نوعين من المد اجتمعوا في الكلمة، اشتركوا في نفس الموضع اللي هو مد ليم ومد الإيه ومد الآن ومد إيه؟ العارض، لا آسف آسف أستاذ أحمد مصر مش مد لين، جاء منين لين بقى كده؟ فالآن لا صح، الأستاذة داليا هي اللي صح، فالآن بدل. بالنسبة للغنة هل تكون نفس الشيء مثل الحرف المفخم بعدها والحرف المرقق؟
ايوه هنقول كان هنقول دلوقتي، بس خلينا نصلح الخطأ اللي احنا اخطأناه دلوقتي، اللي هو مد في كلمة فالآن، فالآن مد بدل مش ليه، مد بدل، ولو وقفنا عليه يبقى ايه بدل وعارض للسكون. فالآن لو انا وصلتها تبقى بدل مد طبيعي فقط، فنقول فالآن باشرون. طب لو وقفت عليها ممكن اقول فالآن، أو فالآن، أو فالآن، يبقى إيه؟ عارض للسكون، ياخد الثلاث أنواع من أنواع المد، إنما لو وصلت ما ياخدش غير نوع واحد اللي هو القصر على إنه بدل. طيب، وإذا وقفت عليها آخد بالي إن النون هتبقى ساكنة بس. ساكنة يعني ما بعملش فيها أي غنى، أقول فالآن. طيب الكلمة اللي بعدها تختلف بقى، باشرون. لما وقفت غنيت النون لان هي مشدده، ما ينفعش اقول باشيرون، لازم اعمل باشيرون باشيرون، سواء واقف ولا واصل لازم اعمل الغنه دي في النون المشدده. طيب نرجع للسؤال بقى بتاع الاستاذه سماء، بتقول الغنه القاعده ان الغنه تتبع ما بعدها، الغنى تتبع ما بعدها تفخيم وترقيق، بعكس الألف، الألف تتبع ما قبلها تفخيم وترقيق. فلو جينا دلوقتي هنقول مثلا ايه، أنفسكم، أنفسكم في إخفاء وفي غنى مع الإخفاء هنا. طب بعد الإخفاء ايه، بعد النون في فاء، الفاء دي مرققة ولا مرققة؟ قلت أنفسكم، نفس الحكاية عنكم، عنكم، أصبحت الغنة بتتبع ما بعدها، تتبع ما إيه؟ ما بعدها. طيب من قبل، من قبل، نون ساكنة أتى بعدها القاف، من قبل، في الحالة دي إيه اللي حصل؟ فخمت الغنة، ليه؟ عشان الإيه؟ عشان القاف مجرور في التفخيم. العكس بقى في الإيه؟ في الألف، قلنا إيه؟ فالآن. الألف رقيقة عشان كده الألف بتاعت نقول تاني. بالنسبة للغنة تتبع ما بعدها، الغنة تتبع ما بعدها. فلو قلنا من قبل، هذه الغنة اهو نون ساكنة بعدها القاف، والقاف من حروف الإخفاء، والقاف حرف مفخم، أقول إيه؟ أفخم الغنة، أقول من قبل، من قبل. طيب لو كلمة منكم، نون ساكنة أتى بعدها الكاف، والكاف رقيقة، تبقى الغنة بتاعتها رقيقة، منكم، من قبل منكم، هذول المثالين بتاع الإيه؟ النون بعدها مفخم وبعدها مرقص. بالنسبة للألف بقى تتبع ما إيه؟ ما قبلها، فتاب، فتاب، تاب، عشان التاء رقيقة الألف بقت إيه؟ مرققة. خاف، خاف، عشان الخاء مفخمة أصبحت الألف إيه؟ مفخمة، تتبع ما قبلها. ماشي كده؟ وبتغوا، وبتغوا، وب، الباء الساكنة قلنا لسه قايلينها من شوية من حروف قطب وجد، يبقى نديها صفة اسمها إيه؟ اسمها وب، وب، اسمها قلقلة، وهتبقى قلقلة من أي نوع؟ من أي مرتبة؟ من المرتبة الوسطى؟ لا، من المرتبة الصغرى، من المرتبة الصغرى، لأن قلنا الوسطى دي اللي بتبقى في آخر الكلمة ومش مشددة، والكبرى اللي هي زي الحج في آخر الكلمة ومشددة، الكبرى اللي في آخر الكلمة ومشددة، والوسطى اللي في آخر الكلمة ومش مشددة، والصغرى اللي في وسط الكلمة، فدي صغرى. وبتغوا، لأن بعدها متحرك وقبلها متحرك، فتلاقي القلقلة بتاعتها إيه؟ يعني قلقلة بسيطة غير الحج، شفت الحج، الحق، وهكذا يعني. غير مثلا ايه، قل هو الله احد، برضه القلقلة شديدة لكن اقل من المشدد او وسطى. وابتغوا، دي قلقلة ايه، قلقلة صغرى. ما كتب الله لكم، طبعا لم في لفظ الجلالة، كل اللي في القرآن الكريم
مرققة جلالة، لا لفظ الجلالة لها وضع خاص أنها تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا، بمعنى لو ما قبلها مفتوح أو مضموم تفخم، لو ما قبلها مكسور ترقق، وقبلها مفتوح أو مضموم تفخم، ما قبلها مكسور ترقق، فدي ما قبلها مفتوح تبقى تفخم. كتب الله، كتب الله لكم اللام رقيقة بتاع لكم، وكلوا لام رقيقة، وهكذا يتبين لكم. واشربوا، أن الراء بقى لو مفتوحة أو مضمومة تفخم، والراء لو مكسورة ترقق، ده في حال حركتها. في حال ما تكون ساكنة أبص للي قبلها، قبلها مفتوح أو مضموم تفخم، قبلها مكسور ترقق، قبلها ساكن أبص للي قبل اللي قبلها، نفس القاعدة. يتبين لكم الخيط، الخيط الخاء مفخمة اهي، ومن الدرجة الايه الثانية، لأن قلنا درجات تفخيم أربعة، مفتوح وبعده ألف، مفتوح وليس بعده ألف، مضموم مكسور. طب الساكن يلحق بواحد من الثلاثة اللي هما المفتوح والمضموم والمكسور، فأدي من الدرجة الثانية بالظبط كده. الخيط، الخيط أي نوع من أنواع المد في الكلمة دي بقى؟ الخيط، ياء ساكنة قبلها مفتوح، مد إيه؟ الخيط، مد طبيعي ماشي، هو نوع من انواع المد الطبيعي، بنسميه مد ايه؟ لحق قبلها بالظبط كده، الله يفتح عليك، مد لين، مد لين. الابيض، الابيض برضه القلقله بتاع الباء قلقله صغرى، من الخيط الاسود، الاسود من الفجر، قلنا الفجر طبعا الجيم قلقله ايه؟ صغرى، الفجر. ثم أتموا، الميم دولت حرف غنة مشدد، الصيام إلى الليل، إلى الليل. طبعا الليل برضو فيها نوع من أنواع المد، مد إيه؟ لو وقفت عليها تبقى فيها نوعين، مد دين ومد إيه؟ عرض السكون، تبقى فيها نوعين من المد حال الوقف عليها، مد لين وعرض السكون. لو وصلتها تبقى لين فقط، تبقى حركتين، وقفت عليها تبقى حركتين واربعة وستة، والحركة بقبض من الإصبع أو قبضه. طيب لو جينا للمات الفجر، أي نوع من أنواع اللمات؟ اللام بتاع كلمة الفجر، لام إيه؟ شمسية ولا قمرية؟ قمرية بالضبط، على زي القمر. طيب الصيام، لام إيه؟ الصيام، يبقى اللام اللي بتظهر قمرية واللام اللي ما بتظهرش شمسية، بالظبط كده اللي بتاعنا. الليل، لام ايه؟ الليل، لام شمسية، بالظبط. نعم، هتعرف الشمسية والقمرية يا جماعة، القمرية هتلاقي اللام عليها سكون، والشمسية هتلاقي اللام ما عليهاش حاجة واللي بعدها مشدد، الصيام اللام ما عليهاش حاجة واللي بعدها مشدد. طيب ولا تباء، تباء برضو اللي هي الألف تتبع ما قبلها، تباشروهن، شيء او الراء مفخمه عشان مضمون، ولا تباشروهن وانتم، احنا في الايه 187، وانتم عاكفون في المساجد، في المساجد. التال هنا لما سكنتها تبقى ايه؟ قلقله ايه؟ قلقله ايه يا جماعه؟ المساجد، جدا القلاء كبرى، لا مش كبرى، القلاء وسطى، بالضبط وسطى. تلك حدود الله فلا تقربوها، اي دي القلقله الصغرى، تقربوها، كذلك يبين الله اياته للناس، اياته، آياته، فيها نوعين من المادة، آياته أو ثلاث أنواع، المد الأول، أول الكلمة مد بدل بالضبط، والمد الثاني اللي هي بعد الياء، آياء اللي بعد الياء مد طبيعي، واللي بعد الهاء بقى بنسميه إيه؟
اللي مد اللي في الهاء اللي هي الصغيره كده المعقوفه اللي في الهاء دي مد ايه؟ مد صله صغرى، صله صغرى. في ثلاث انواع من انواع المد في الكلمه دي، بدل، طبيعي، صله صغرى، وكلهم ياخدوا حكم المد الطبيعي حركتين. آياته للناس، للناس لعلهم يتقون. طب خلينا نطلع في الآيات اللي جاية بقى، الآيات اللي جاية عايزين قلقلة صغرى، قلقلة صغرى، وعايزين قلقلة كبرى، وقلقلة قلقلة الإيه؟ طيب وتدلوا قلقلة صغرى، وتدلوا قلقلة صغرى بالضبط. طب القلقلة الكبرى الحج بالضبط. نعم نعم. طيب عايزين إخفاء حقيقي، إخفاء حقيقي، عايزين إخفاء حقيقي وإخفاء شفوي. إخفاء حقيقي من ظهورها بالضبط، إخفاء حقيقي، والغنى هنا مفخرة، من ظهورها إخفاء حقيقي، والإخفاء الشفوي إخفاء حقيقي بأن تأتوا برضه إخفاء حقيقي. عايزين إخفاء شفوي بقى. أموالكم بينكم شفوي، واللي بعديها بينكم بالباطل شفوي برضه. إخفائين، إخفائين شفويين ورا بعض. طب عايزين مد منفصل، عايزين مد منفصل بالايه؟ بينكم بالباطل، بين الاخفاء الشفوي، قلنا الميم مع الباء. اموالكم بينكم، ادي ده اخفاء، بينكم بالباطل اخفاء، اخفاء شفوي. ولا تعتدوا ان، لا ولا تاكلوا اموالكم بالضبط، هذه كلها مد ايه؟ جائز منفصل. طب عايزين اظهار حلقي وإظهار شفوي، عايزين إظهار حلقي وإظهار شفوي. مثال الإظهار الحلقي ومثال الإظهار الشفوي من أبوابها إظهار حلقي. إظهار حلقي يعني بيخرج عشان دي حروف الحلق، الهمزة حروف الحلق. بالإثم وأنتم، بالإثم وأنتم بالضبط، إظهار شفوي. لعلكم تفلحون إظهار شفوي، ربنا يفتح عليهم. طيب خلينا نقول بقى بالنسبة للإيه؟ احنا قلنا في حرفين متماثلين وحرفين متقاربين وحرفين متجانسين، صح يا جماعة؟ قلنا الكلام ده اللي قلنا شيء، قلنا فيه متماثلين ومتقاربين ومتجانسين. المتماثلين لام ولام ميم وميم قاف وقاف كاف وكاف، حرفين زي بعض متماثلين ماشي. لو هما الاول ساكن والثاني متحرك يبقى متماثلين صغير، الاول متحرك والثاني متحرك متماثلين كبير ماشي. طيب في متقاربين، ايوه في متقاربين برضه، منه صغير الاول ساكن والثاني متحرك، ومنه كبير الاثنين متحركين. طيب المتقاربين دول زي ايه يا جماعه؟ المتقاربين بيكونوا حرفين متقاربين في المخرج، متقاربين في المخرج، زي مثلا النون واللام، متقاربين في المخرج ومختلفتين في الصوت، مختلفين في الصوت. المتقاربين متقاربين في المخرج ومختلفين في الايه؟ في الصفة، زي النون واللام. طيب والمتجانسين، والمتجانسين متحدين في المخرج، متحدين لهم نفس المخرج، وايه وممكن يتحدوا صفة او يختلفوا في الصفة، ممكن يعني الاساس عندهم ان هم متحدين في المخرج، زي ايه؟ الكاف والقاف، او دول متحدين،
أو دول متقاربين في المخرج، دول متقاربين في المخرج، لكن متحدين في المخرج زي الايه؟ التاء والطاء، التاء والطاء والدال والتاء. ما هي التاء والدال والطاء كلهم بيخرجوا من مخرج واحد اللي هو طرف اللسان، التاء والطاء والدال. زي مثلا ايه؟ اقول وقد تبين لكم، وقد تبين، هي اصلا وقد تبين. طب ليه حصل الادغام هنا؟ بقول وقد تبين وما ظهرش الدال خالص، لان دول حرفين ايه؟ متجانسين متحدين في المخرج. وقد تبين قالت طائفه احطت، بس في الحاله بتاع احطت ما ضغمش الطاء، يعني الطاء بيظهر فيها الصفه بتاعتها احطت بالضبط كده. نعم، كل الحروف دي مخرجها ايه؟ او تكاد تكون المخرج بتاعها واحد او متقاربه في المخرج، فلما تجتمع مع بعضها تبقى متقاربين او متجانسين. فعندنا هنا متقاربنا، فعندنا هنا زي في المساجد تلك، ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك. هم دول ايه؟ متجانسين كبير، متجانسين ايه؟ كبير، الدال والتاء، لانهم مخرجهم واحد، مخرجهم ايه؟ واحد، ومختلفتين في الايه؟ في الصفة. هنقول عليهم متجانسين كبير، زي مثلين كبير. ماشي كده يا جماعة؟ طيب لما نقف على كلمة تفلحون، تفلحون المعتدين، الكلمات دي فيها مد في الآخر، فالوقف عليها وقف عرض للسكون. نقول فيها كم وجه دي؟ نقول فيها كم وجه؟ هنقول فيها ثلاث أوجه. سكون محض، سكون محض يعني لا روم ولا إشمام، وهو يأتي معاه قصر حركتين، والتوسط أربعة، والمد ستة. يبقى فيها ثلاث أوجه فقط. تفلحون، 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 اللي هي الآيتين الأخيرتين 189 و190. طبعا دي مفتوح، لا يجي فيها روم ولا يجي فيها إشمام. كلمة تفلحون لا يجي فيها روم ولا يجي فيها إشمام. كل نهايات الآيات يتقون، تعلمون، تفلحون المعتدين، ما فيها غير الإسكان أو السكون المحض مع القصر والتوسط والمد، مع القصر والمد. ماشي كده يا جماعة؟ إن الروم يأتي في المرفوع والمجرور، والإشمام يأتي في المرفوع فقط، ولا يأتيان في الإيه؟ في المفتوح. طيب إحنا كده وصلنا لنهاية الإيه؟ نهاية الحلقة، حلقة اليوم. لو في حد له أسئلة يتفضل، لو في حد عنده أسئلة يتفضل، لو في حد عايز يقرأ قبل ما نمشي يكتب لنا واحد برضه، لو حد عايز يقرأ آية مثلا، الآية الأولى. الأستاذة دانيا ورد وصلت بقى الايه؟ لموضوع من موضوعات الوقف عند القراء، عند قراء غير الحفص. بتقول ما هو الفرق بين الوقف بالحذف والوقف بالإبدال؟ هو الوقف بالحذف هو نوع من أنواع الوقف يا جماعة. كل ما أحاول هذا، لا، هو الوقف بالحذف والإبدال مش موجود عند حفص على فكرة. يعني النوع ده من الوقف مش موجود عند حفص، أنا موجود عند قارئ من القراء السبعة اللي اسمه الإمام حمزة رحمه الله. زي مثلا يقف على الكلمة اللي في آخرها همز، زي كلمة شيء مثلا، زي كلمة شيء، فإذا وقف عليها شيء مثلا المرفوعة أو المجرورة، مش شيء، لا شيء اللي هي الهمزة بتاعتها على السطر مثلا، فيقف إزاي؟ عنده نوع من أنواع الوقف اسمه حذف، يحذف الهمزة. هي اقرأها إزاي لو حذفت الهمزة؟
شيء، إذا قرأت شيء طيب ده بالحذف، والوقف الثاني عنده يعمل إيه؟ الإبداد، يبدل الهمزة دي ياء ويضغم الياء في الياء فيقول إيه؟ شيء، يقول شيء وده حذف، حذف الهمزة. والنوع الثاني يحذف يبدل الهمزة ياء ويضغمها في الياء تبقى شيء. هذا الفرق بين الحذف والإبدال عنده، لكن هذا ليس عند حفص. جزاكم الله خيرا، ربنا يرفع قدركم جميعا إن شاء الله، وأنا سعيد بوجودكم وتواصلكم وحرصكم على الحلقة والله، يعني ربما يكون عند الواحد ظروف أو شيء لكن حرص بتشجيعكم أنتم وتواصلكم أنتم. هاء الكناية، هاء الكناية هي هاء الضمير، هاء الكناية هي هاء الضمير، تسمى هاء الكناية وتسمى هاء الضمير وتسمى هاء الصلة، تسمى هاء الكناية لأن يكنى بها عن المفرد الغائب إليه عليه، مثلا إيه اللي كنا لسه بنقولها دلوقتي آياته، كل هذه بنسميها هاء كناية أن يكنى بها عن المفرد الغائب، وتسمى هاء الضمير لأنها ضمير إيه؟ ضمير من الإيه؟ ضمير يعود على اسم، وتسمى هاء الصلة لأنها توصل في الغالب إذا وقعت بين متحركين، تسمى هاء كناية وهاء ضمير وهاء صلة. هي هاء الكناية هاء أصلية، هاء الكناية هاء أصلية، ولا تقصد أصلية من بنية الكلمة؟ لا، هي ليست من بنية الكلمة، هي ضمير، يعني ضمير يحل محل اسم، هي مختصة بذاتها، يعني ممكن نقول عارضة، يعني الأصلية اللي هي في بنية الكلمة يا جماعة، يعني الفرق بين الأصل والعارض، الأصل اللي هو في بنية الكلمة، زي كلمة مثلا إيه؟ اللهم صل على سيدنا محمد، زي لفظ الجلال، الهاء من لفظ الجلال الله، الهاء هنا إيه؟ هاء أصلية، الهاء في لفظ الجلال هاء أصلية، إنما الهاء في كلمة عليه إليه آياته، يعني هي ما توصفش بأنها عارضة أو أصلية، يعني هاء الكناية هي ما تعتبرش هاء أصلية، هاء الكناية أو هاء الضمير هي هاء تعود على اسم، يعني أنا بقول لك أنا ما نوصفهاش لعارضة، ما نوصفهاش عارضة، أنا بقول غير أصلية، يعني هي هاء مش من أصل بنية الكلمة، هي هاء ضمير تعود على ضمير، مثلا هاء أصلية زي صدقة، فدية، في كل هاء أصلية، صدقة أهله هاء هاء ضمير أو هاء كناية. أرجه وأخاه، طبعا أرجه وأخاه كل هذه هاء ضمير، هاء كناية. الإظهار والله الإظهار أنا يعني هيكون طويل شوية إن شاء الله، المرة الجاية لو حضرت المرة الجاية نشرحه في أول الحلقة، نتكلم على أحكام النون الساكنة ونشرح الإظهار الشفوي والحلقي. الإظهار الشفوي خاص بالميم، والإظهار الحلقي خاص بالنون الساكنة والتنوين. أرجه وأخاه وأرسل، جزاكم الله خيرا، نسأل الله أن نستفيد جميعا. كيف تنطق أرجه وأخاه؟ أرجه وأخاه، وصلت؟ أرجه وأخاه وأرسل. طبعا الهاء في الاثنين ما فيهاش أي صلة لأنها فقدت الشرط، أبدأها ساكن في أرجه وأبدأها ساكن في أخاه، الهاء الألف المادة الساكنة طبر ساكن والجيم ساكن. أرجه وأخاه وأرسل، هاء الضمير تقف على بالسكون، ما فيهاش لا روم ولا إشمام، وإن الروم والإشمام لا يدخل هاء الضمير ولا ميم الجمع. أرجه وأخاه بالسكون المحض. ما معنى السكت؟ يعني السكت هو الإيه؟ حبس النفس، أو يعتبر وقف بدون تنفس، وقف بدون تنفس، زي مثلا ايه اسكت على كلمة ايه من راق، يسموها سكتة لطيفة، يعني هي ثواني معدودة بدون وقف تنفس. من راق بل ران، مالية هلكة، السكتة أو السكت،
السكت هو الوقف بدون تنفس لإيه؟ للحظة أو لبرهة بسيطة ثواني يعني للسكت. في طبعا الوقف إن أنا أقف وأخذ نفسي، وفي القطع إن أنا أنهي القراءة خالص، وفي الوصل إن أنا أوصل الكلمة بما بعدها، أوصل آية بالآية، أو أوصل مكان وصل وكذا. ففي وصل وسكت ووقف وقطع. طيب الوصل خلاص ده معروف، والسكت والوقف والقطع. القطع قطع القراءة أو إنهاء القراءة، والوقف إن أنا أقف وأخذ نفسي وأستأنف القراءة، يعني وقف بنية الاستئناف. والسكت هو الإيه؟ وقف بدون تنفس. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم جميعا، إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشي، تفضل يا أستاذ محمد. إن شاء الله القادمة هو الأربعاء بإذن الله، المحاضرة القادمة إن شاء الله هو الأربعاء، ونتوقف في رمضان إن شاء الله، احتمال كبير نتوقف في رمضان. السلام عليكم، إن شاء الله نقول بها بإذن الله. السلام عليكم.